تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد حميدان، نظمت جمعية دعم الطالب ملتقى الآفاق المستقبلية لمتطلبات سوق العمل من مخرجات التعليم، بهدف بحث إيجاد بيئة توافقية بين خطط التعليم واحتياجات سوق العمل المستقبلية، والاستفادة من التجارب والممارسات الإقليمية والدولية، والتعرف على مؤشرات النجاح في هذا المجال، فضلا عن فتح آفاق للطلبة نحو بناء قدراتهم وشخصياتهم بما يحقق طموحاتهم المهنية في المستقبل. وقد ناقش المؤتمر من خلال أوراق بحثية عددا من المحاور الرئيسة، منها التوجهات الحديثة في برامج التعليم والمقومات الأساسية للتخطيط الجيد للمناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية. كما خصص الملتقى ورشا تناولت الشخصية الطلابية المفضلة في سوق العمل والوظائف المستقبلية ومتطلباتها من المهارات اللازمة، إضافة إلى دور جودة التعليم والتدريب في تحسين مخرجات التعليم. ملتقى اليوم يضم أعداد كبيرة من الطلبة والباحثين الذين يبحثون في متطلبات سوق العمل من مخرجات التعليم. هذا الموضوع موضوع مجتمعي كبير، يحتاج دائما إلى مشاركات وتضافر الجهود من قبل كافة الأطراف. موضوع التخطيط لتطوير التعليم والتدريب ليس موضوعا منفردا لجهة أو لموضوع أو تخصص معين، هو موضوع يخص الجميع، وتتداخل فيه كثير من المعلومات وكثير من المشاريع وكثير من المبادرات الحكومية والأهلية والرسمية، لكي نصل إلى معرفة تامة من قبل الطلبة ومن قبل المتخرجين لاحتياجات سوق العمل ونوعية المهارات التي يتطلبها سوق العمل.